السلام عليكم، ازيكم يا دكاترة؟ يا رب تكونوا بخير كده وفي أحسن حال. إن شاء الله هعمل لكم دلوقتي مراجعة على محاضرات السيتولوجي. أول محاضرة هنبدأ بيها على طول هي السيل ممبرين. زي ما احنا عارفين إن الخلية بتتكون من غشاء الأول بيحوطها اسمه سيل ممبرين. جوه هذا الغشاء وجوه الخليه بيبقى فيه السيتوبلازم، والسيتوبلازم ده فيه النيوكليوس وفيه الاورجانيلز. فاحنا هناخد من اول السيل ممبرين وناخد كل الاورجانيلز وناخد النيوكليوس كمان. اول حاجه السيل ممبرين، يلا، هي الاوتر ليميتنج ممبرين، هو الغشاء اللي بيحد الخليه من بره. اسمه الثاني، سؤال ام سي كيو ممكن يجي لك في وسط الكلام، اسمه الثاني بلازما لما او بلازما ممبرين. بلازما ممبرين او بلازما لما، ليه كلمه بلازما؟ علشان فيه خاصيه الفلويديتي، علشان بيبقى عامل زي السائل، والبلازما دي اللي هو السائل اللي موجود في الدم بتاعنا. السيكنس بتاعه سؤال برضو مهم جدا، السيكنس بتاع السيل ممبرين 7.5 الى 10 نانومتر، لذلك لا يرى باللايت مايكروسكوب، انما بشوفه بمين؟ بالالكترون مايكروسكوب. يبقى هو فيزيبل بالالكترون مايكروسكوب، انما نوت باي لايت مايكروسكوب. جميل، وده سؤال ام سي كيو وسؤال نظري لما نيجي لاسئله النظر باذن الله. الالكترون مايكروسكوب بيبان لي ازاي بقى؟ بيبان لي ثلاثي الطبقات، طبقه غامقه لونها اسود، وطبقة غامقة لونها اسود، وفي النص طبقة فاتحة، بنسميه تراي لامينر، ثلاثي الطبقات، ودي مهمة جدا. واكتب جنبها ان هي تساوي تراي لاميلر، هي اتنين الكترون دنس سيباريتد باي الكترون ليوسنت، اتنين الكترون دنس سيباريتد باي الكترون ليوسنت. طيب ممكن يجي لك بقى حتة ام سي كيو هنا ويقول لك الالكترون دنس لاينز دي بتمثل ايه في الموليكولار؟ بتمثل جزيئات الفوسفوليبيد. يبقى الحتتين الالكترون دنس الغامقين مين بيمثلهم في الموليكولار؟ جزيئات الفوسفوليبيد. وقلنا دي سؤال ايه؟ ام سي كيو، مهمه جدا جدا جدا. ماشي، تعال نشوف الموليكولار ستراكشر. اول حاجه الموليكولار ستراكشر، عندنا كربوهيدرات وعندنا ليبيد وعندنا بروتين. هناخد اول حاجه الليبيدز، اول جزيئات معانا اللي هي الفوسفوليبيد. الفوسفوليبيد ارسم جنبها كده اهو راس وديل، وهنا اهو راس وديل، حلو، ليها هيد وليها تيل، ليها هيد وليها تيل. هنا بره الخليه وهنا جوه الخليه، ده جوه الخليه اهو وهنا بره الخليه، فالهيد توورد بره الخليه والهيد توورد جوه الخليه. يبقى الهيد دي بتحب الميه، هيدروفيليك، ووتر اتراكتنج، اكتب جنبها تحب الميه، ودي برضو سؤال ام سي كيو. اما الديل فوبيك، فوبيك يعني بيكره الميه، فوبيك بيكره الميه. يبقى الهيدروفوبيك بعيد عن الميه، هتلاقيها في النص اهو، الديل موجود في النص هنا اهو. اما الهيد هنا قريبه من الميه اللي جوه الخليه وقريبه من الميه اللي بره الخليه. ماشي، وظيفه الكوليسترول اكتب عليها سؤال برضو مهم نظري وام سي كيو. وظيفة الكوليسترول ان هو بيبقى محشور ما بين الفوسفوليبيد لاير علشان ينظم الفلويديتي بتاعته، وعلشان يعمل لها ستابيلايزيشن، علشان يثبتها. زي ما انا قلت لكم قبل كده في النظري، تأثير درجة الحرارة بيخلي الفوسفوليبيد او الدهون دي يا اما تتفكك من بعضها يا اما تركب فوق بعضها. مين اللي محشور في النص بقى بينظم الدنيا دي؟ الكوليسترول. الكوليسترول بعد كده عندنا البروتين. البروتين عندنا نوعين، عندنا نوع اسمه انتجرال بروتين اهو محشور، اسمه انتجرال بروتين وبريفرال بروتين. انتجرال بروتين بيبقى ماسك جامد، فيرم امبيدد، فيرم يعني جامد، وما تقدرش تشيله بسهوله، نوت ايزي اكستراكتد، وبيبقى واخد كل الممبرين من الناحيتين، فبنسميه ترانس ممبرين، واخد كل الليبيد باي لاير لارج وكمبليتلي سبان، يعني بيشغل الحيز بتاع الفوسفوليبيد باي لاير. طيب متثبت في السيتوبلازم بايه؟ متثبت بحاجه اسمها مايكرو فيلامنت، وبيشتغل كتشانل من بره الخليه لجوه الخليه. دول لازم تحفظهم كويس. يبقى الانتجرال بروتين جامد ومتثبت وماسك بفيلامنت وبيشتغل كتشانل. في نوع تاني اسمه بريفرال بروتين، بيبقى ماسك بالراحه
وتقدر تشيله بسهوله، ماسك بالراحه وتقدر تشيله بسهوله. يبقى ده كده نوعين البروتين. بعد كده الكربوهيدرات، كنا بنقول ان الكربوهيدرات ده السكر، والسكر بتاعنا هنا جلايكوليبيدز او جلايكوبروتينز، وطالع من الاكسترنال سيرفيس، مهمه جدا، يعني على سطح السيل ميمبرين من بره. طبقه السكر بتترش من بره وبيبقى شكله عامل زي الكؤوس كده طالعين من بره، فبنسميه جلايكوكاليكس، والكلمه دي مهمه، جلايكوكاليكس يعني لو دي الخليه اهو بيبقى طالع من بره عامل كده تفرعات كده، بنسميه ايه؟ جلايكوكاليكس او سيل كوت، اللي هو معطف الخليه، اللي هو مين؟ معطف الخليه. جميل. طيب وظائف السيل ميمبرين مهمه جدا جدا جدا. واحد، اكستشينج اوف ماتيريال، يا اما باسيف يا اما اكتف يا اما سيلكتف، بي اي اس، باسيف واكتف وسيلكتف. باسيف يعني ايه؟ على حسب الكونسنتريشن جريدينت، لو التركيز هنا عالي تدي للتركيز قليل زي الجازز الغازات والايونات. اتنين، اكتف ترانسبورت، بتحتاج انزيمز وطاقه، انزيمات وطاقه زي الامينو اسيدز والفاتي اسيد والجلوكوز، امينو اسيد وفاتي اسيد، اتنين اسيد، امينو اسيد وفاتي اسيد وجلوكوز. ثلاثة، سيلكتيف بتحتاج ريسبتورز وبرضه معاها طاقه، ريسبتورز زي هرمونات معينه عايزه تشتغل على خليه معينه، دواء معين عايز يشتغل على خليه معينه، بكتيريا معينه عايزه تصيب خليه، البكتيريا دي نوع من انواع الاورجانيزم او الطفيليات الصغيره اللي عايزه بتروح على خليه معينه، فمحتاجه ريسبتور معين عشان تروح تعمل لها غزو او تعمل لها مشكله. يبقى انا عندي باسيف واكتف وسيلكتيف، كل واحده بتعتمد على حاجه، كونسنتريشن جريدينت، انزيمز وانرجي، وريسبتورز وانرجي. بعد كده اندوسايتوزس، كلمه اندوسايتوزس يعني انترنالايزيشن، كلمه انترنالايزيشن يعني عمليه الادخال، انترنالايزيشن. هندخل ايه يا دكتور؟ هندخل حاجات سوليد دي اسمها فاجوسايتوزس، هندخل حاجات فلويد دي اسمها بينوسايتوزس، هندخل حاجات بكميات كبيره عن طريق ريسبتور اسمها ريسبتور ميدييتد اندوسايتوزس. يبقى انا عندي ثلاث حاجات، فاجوسايتوزس وبينوسايتوزس وريسبتور ميدييتد اندوسايتوزس. الخليه تاكل فاجوسايتوزس، الخليه تشرب بينوسايتوزس، وريسبتور ميدييتد اندوسايتوزس. جميل. طيب الخليه تاكل، هتاكل زي مين؟ زي الماكروفاج، مهمه جدا. الماكروفاج دي بتبلع بعض انواع البكتيريا، ماكروفاج تقوم واكلاها، فكلمه تاكل اسمها فاجوسايتوزس. البينوسايتوزس الخليه تشرب بعض انواع الخلايا، بتاخد الميه جواها، دي اسمها بينوسايتوزس. ريسبتور ميدييتد، ودي بتستخدم مين بقى؟ انتجرال بروتين. فاكرين الانتجرال بروتين اللي كان بيشتغل كاتشانل؟ ليه وظيفه ثانيه، ان هو يقدر يشتغل كريسبتور لبعض الهرمونات ولبعض الادويه. يبقى انا عندي فاجوسايتوزس وعندي بينوسايتوزس وعندي ريسبتور ميدييتد اندوسايتوزس. طب عكسهم ايه بقى؟ عكس عمليه الادخال ايه؟ اخراج يعني اكسوسايتوزس، اللي هي اوبوزيت الفاجوسايتوزس او الاندوسايتوزس. يعني السيل هتطرد، كلمه تطرد يعني اكسبل، اي ويست برودكت، اي مخلفات الخليه مش عايزاها هتطردها على طول. ماشي. بعد كده عندنا الفانكشنز اوف سيل كوت، اوعى تنساها، مهمه قوي قوي. واحد، بيلزق الخلايا بينها وبين بعضها، ادهيجن. وانا قلت لكم قبل كده ان طبقه السكر ايه؟ بتخلي الحاجه تلزق، اي سكر في ايدك كده بتخلي ايديك تلزق، فبالتالي هو بيخلي الخلايا تلزق مع بعضها. تاني حاجه، ليه دور في المناعه، ان هو بيتعرف على الخليه بتاعتي او الخلايا الغريبه، اقدر اعمل حاجه اسمها ريكوجنيشن، اكتبها جنبها، ريكوجنيشن. تالت حاجه، ان هو بيقدر يدخل في تكوين مين بقى؟ البيزمنت ممبرين. البيزمنت ممبرين خدنا شابتر كبير اسمه ايبيثيليوم، الايبيثيليوم ده الخلايا الطلائيه اللي نايمه على البيزمنت ممبرين. مين بيدخل في تكوين هذا البيزمنت ممبرين؟ طبقه السكر، ودي وظيفه مهمه جدا 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 اهي. Which of the following participate in formation of basement membrane؟ هتقول له فوسفوليبيد ولا كوليسترول ولا انتجرال بروتين ولا جلايكوليبيدز وجلايكوبروتين؟ جلايكوليبيد وجلايكوبروتين اللي هو نوع من انواع السكريات. بعد كده عندنا الميتوكوندريا او الاورجانيل بقى، احنا عندنا الاورجانيلز نوعين، ممبرينس اورجانيل ونون ممبرينس اورجانيل. هناخد الاول شويه ممبرينس اورجانيلز وبعد كده
هنختم بالنون ميمبرينس اورجانيل. هناخد الميتوكوندريا اول حاجه. الميتوكوندريا ميمبرينس ولا نون ميمبرينس؟ ميمبرينس اورجانيل. طب الميتوكوندريا اللي جوه الخليه دي جواها ايه؟ جواها انزيمز. طب الانزيمات دي مسؤوله عن ايه؟ مسؤوله عن الانرجي والاي تي بي او الطاقه اللي هي بيت الطاقه في الخليه او الباور هاوس اوف ذا سيل. يبقى مين بيت الطاقه؟ مين اللي بيطلع؟ بيبقى فيه انزيمات بتعمل عمليات كيميائيه علشان تطلع لي طاقه كتير عشان تمد الخليه بالطاقه، هي الميتوكوندريا. كل حاجه في الميتوكوندريا مختلفه، السايز بتاعها مختلف من خليه لخليه، الشيب بتاعها مختلف من خليه لخليه، النمبر مختلف من خليه لخليه، السايت بتاعها او المكان بتاعها مختلف من خليه لخليه. يبقى كل حاجه في الميتوكوندريا اكتب لي جنبها كده ان هي فاريبل. ان هي ايه؟ فاريبل. يعني ايه فاريبل؟ يعني مش كل خليه زي الثانيه بالظبط. يبقى هي فاريبل في السايز والشيب. ممكن تبقى مطاوله وممكن تبقى عصايه وممكن تبقى مدوره او مكوره سفيريكال. النمبر فاريبل اهي، فاريبل بتعتمد على نشاط الخليه. لو الخليه نشيطه هتلاقي فيها ميتوكوندريا كتير، لو الخليه هبطانه زعلانه نشاطها قليل هتلاقي فيها ميتوكوندريا قليله. يبقى احنا عندنا الليفر بيحتوي على ميتوكوندريا كتيره، نيوميروس ميتوكوندريا، والميتوكوندريا الكتيره هنا ممكن تصل الى 1000 ميتوكوندريايه في الخليه الواحده. اما السمول ليمفوسايتس او الخلايا الليمفاويه الصغيره دي بتبقى فيو، بتبقى قليله على حسب ايه يا دكاتره؟ على حسب نشاط الخليه. لو الخليه نشيطه زي الليفر سيل، زي الهارت سيل، زي البرين سيل، هتلاقي فيها ميتوكوندريا كتير. يبقى النمبر بتاع الميتوكوندريا بيتعدل فاريبل على حسب الديفيجن. الله، يعني الميتوكوندريا تقدر تعمل ديفيجن؟ ايوه طبعا. ازاي يا دكتور؟ ده عن طريق الدي ان ايه اللي موجود جواها. الله، يعني احنا عندنا في النواه دي ان ايه والميتوكوندريا فيها دي ان ايه؟ ايوه، عندنا ميتوكوندريا دي ان ايه ونيوكليار دي ان ايه. يبقى الميتوكوندريا دي ان ايه مسؤول عن انقسام الميتوكوندريا. يعني الميتوكوندريا دي ليها لايف سبان، ليها عمر معين بتنتهي عنده ثم ترجع تتجدد تاني ويحصل لها ديفيجن بواسطه مين؟ الدي ان ايه بتاعها. طيب الميتوكوندريا اهو لسه قايل لك ان اماكنها مختلفه، بتبقى فيري موبايل. موبايل يعني بتتحرك في كذا مكان، برضو تبقى فاريبل، مش ثابته في حته معينه، هي بتروح للحته اللي فيها نشاط. تمام؟ يبقى هي لوكالايز في الحتت اللي فيها ماكسيمم انرجي، اللي محتاجه نشاط كتير، اللي محتاجه طاقه كتير، زي ما بين المايوفايبرلز الالياف الصغيره العضليه بتاعه الكاردياك ماسل ما بين عضلات القلب. وزي ما انا قلت لكم قبل كده في الشرح، لو الخليه دي مثلا بتتحرك بسيليا هتلاقي الميتوكوندريا محطوطه تحت السيليا، لو الخليه دي مثلا بتصنع بروتين هتلاقي الميتوكوندريا موجوده مثلا في الحته اللي تحت مثلا، تمام؟ لو الخليه دي مثلا كاردياك مثلا، لا ده هتلاقيها متنطوره كده ما بين الفايبرل وهكذا. يبقى مكان الميتوكوندريا بيبقى على حسب النشاط بتاعها في انهي حته جوه الخليه، دي مهمه جدا جدا. باللايت مايكروسكوب بالهيماتوكسلين والايوسين هي مسؤوله عن الاسيدوفيليك سيتوبلازم. يعني هي مسؤوله عن اسيدوفيليك يعني بتحمر. اشمعنى؟ عشان الميتوكوندريا الجدار بتاعها مليان بيزك امينو اسيدز، والبيزك بيحب الصبغه الاسيدك فبنسميها اسيدوفيليك. يبقى هو جدارها عباره عن بيزك امينو اسيدز تحب الصبغه الاسيدك اللي هي الايوسين او اللي هي الاسيديك ستين فبنسميها اسيدوفيليك فتدي اللون الاحمر. جميل. اهم حاجه عندي بقى هذا الانزيم ساكسينيك ديهيدروجينيز انزيم اكتيفيتي. في طريقه في الهيستولوجي بتربط ما بين الهيستولوجي والكيمياء اسمها هيستوكيميكال ستادي، بندور على انزيم معين موجود في هذا الاورجانيل. لو استدليت على وجود هذا الانزيم يبقى انا كده موجود عند الميتوكوندريا. مين الانزيم ده؟ ساكسينيك ديهيدروجينيز انزيم. طب الانزيم ده مهم لمين؟ مهم للكريبس سايكل او الستريك اسيد سايكل، دي دوره كريبس اللي بينتج عنها الاي تي بي اللي محتاجاها الخليه. يبقى ده انزيم اكسكلوسيف للميتوكوندريا. لو لقيته موجود بوفره كتيره يبقى انا عندي في الخليه دي ميتوكوندريا كتير. ماشي، يبقى ده اللايت مايكروسكوب علم لي على ساكسينيك ديهيدروجينيز، دي مهمه جدا. بالالكترون مايكروسكوب، الالكترون مايكروسكوب ادي الميتوكوندريا اهي. بيبقى ليها اوتر ممبرين وبيبقى ليها انر ممبرين، اوتر ممبرين وانر ممبرين، وما بينهم سبيس. المنقط ده اسمه انتر ممبرينوس سبيس،
وجوه ده اللي هو معمول عليه اكسات ده اللي هو الايه الماتريكس. يبقى عندي كام كومبارتمنت؟ أربعة. اوتر ممبرين خارجي، ادي الخارجي، والانر ممبرين اللي طالع منه تنايات ده الانر ايه، ده الانر ممبرين اللي هي الصوابع اللي طالعه دي، والانتر ممبرينس سبيس السبيس اللي ما بين الاوتر ممبرين والانر ممبرين اهو، السبيس اللي هو المنقط ده، واللي جوه الاكس ده اللي هو الايه الماتريكس. ماشي. الاوتر ممبرين بيبقى سموث، بيبقى املس ما فيهوش اي فولدز، اما الانر ممبرين بيبقى فيه فولدز اسمها كريستا، وكلما زاد عدد الكريستا جوه الميتوكوندريا كلما زاد نشاط الميتوكوندريا. ليه؟ عشان الكريستا دي معناها بالعربي ارفف او شيلفس. جميل. يبقى الفولدس او الكريستا او الشيلفس كلهم نفس المسمى. فلو جيت قلت لك الشيلفس اللي موجوده على الانر ممبرين بتاع الميتوكوندريا اسمها ايه، الشيلفس دي اسمها كريستا، واي يعني رف، عارف الرفوف اللي بتبقى في الجنب دي، واي رف في الدنيا بتحط عليه حاجه، فالرفوف دي بيتحط عليها ايه، بيتحط عليها الانزيمات، والانزيمات دي بتعمل ايه، بتطلع طاقه كتير، فبالتالي كلما زاد عدد الارفف اللي هي الكريستا او الشيلفس كلما زاد نشاط الخليه كلما زاد عدد الميتوكوندري. يبقى الانر ممبرين جواه كريستا، ودي سؤال مهم جدا. انتر ممبرينس سبيس خلاص، الماتريكس، الماتريكس جواها ايه؟ جواها شويه دي ان ايه وجواها رايبوزومز اللي هي عباره عن ار ان ايه. معنى ذلك ان هي تقدر تنقسم، معنى ذلك ان هي تقدر تصنع بروتينات، ولكن لنفسها، للميتوكوندريا نفسها مش للخليه كلها، لا الخليه فيها نيوكليير دي ان ايه عشان الخليه نفسها تنقسم، وجواها الرايبوزومز بتاعتها عشان الخليه محتاجه بروتين، انما الميتوكوندريا الصغنونه اللي جوه الخليه دي ليها الدي ان اي بتاعها وليها الار ان اي بتاعها عشان تصنع بروتين لنفسها وعشان تنقسم لنفسها. يبقى الفانكشن بتاعه الميتوكوندريا ان هي بتزود الخليه بالاي تي بي بالطاقه عن طريق الايروبيك ريسبيريشن اللي بيحصل فين وفين، المكانين مهمين قوي في الماتريكس والانر ممبرين، في الماتريكس والانر ممبرين عشان نطلع طاقه. طيب الماتريكس جواها ايه؟ دي ان اي، ولكن الدي ان ايه بتاعنا بيبقى لينير دي ان ايه ودبل هيليكس ده في النواه، اما هنا في الميتوكوندريا بيبقى وان اور مور سيركلر ستراند. يعني ايه سيركلر ستراند؟ يعني مدور كده، بيبقى شبه بتاع البكتيريا اللي هناخدها ان شاء الله الترم الثاني باذن الله. يبقى هي جواها سيركلر دي ان ايه، والدي ان ايه ساعدها ان هي تنقسم فتزيد في العدد على حسب احتياج الخلايا. طب الماتريكس كونتين ايه؟ رايبوزومز اللي تقدر تصنع الاون بروتين. يعني ايه اون بروتين؟ يعني البروتين الخاص بيها، البروتين الخاص بيها. يبقى دي كده اللي هي ايه الميتوكوندري. ماشي. اشهر صبغه في الهيستولوجي عندنا هي الروتين ستين، هي الهيماتوكسلين اند ايوسين. عندنا هيماتوكسلين، هيماتوكسلين دي بيزك ستين او الكلاين ستين، والبيزك تدي لون ازرق، عكسها الايوسين اسيدك ستين تدي لون احمر. جميل. طيب اي اسيد عندي في الخليه، يعني اي ار ان اي او اي دي ان اي موجود جوه الخليه، اي اسيد يحب الصبغه البيزك، واي حاجه بيزك جوه الخليه تحب الصبغه الايه الاسيدك العكس. يبقى انا عندي الاسيد يحب الصبغه البيزك، والبيزك يحب الصبغه الاسيدك. يبقى الاسيد بيحب البيزك نسميه ايه؟ بيزوفيليك، واللي يحب الصبغه الاسيدك نسميه ايه؟ اسيدوفيليك. يعني لو انا قلت لك الميتوكوندريا، الميتوكوندريا فيها بيزك امينو اسيد، بيزك امينو اسيد، يبقى تحب الصبغه الاسيدك، يبقى تدينا لون ايه؟ تدينا لون احمر، تدينا لون احمر. اما الار ان اي والدي ان اي، ار ان اي ودي ان اي دول اسيد، الدي ان اي موجود في النواه، والار ان اي موجود في الرايبوزومز والراف اندوبلازميك هنقولهم دلوقتي. يبقى اسيد اسيد يحب الصبغه البيزك يبقى يدي لون ازرق، يبقى النواه تاخد لون ازرق، الرايبوزومز والراف اندوبلازميك ياخدوا اللون الازرق عشان بيحبوا الصبغه البيزك. يبقى الروتين ستين، ودي ممكن تجي لنا سؤال، ما هي الروتين ستين لللايت مايكروسكوب؟ الهيماتوكسلين اند ايوسين، هيماتوكسلين اند ايوسين، هيماتوكسلين اند ايوسين. تمام. يبقى دي كده الميتوكوندريا والستين. بعد كده عندنا الرايبوزومز، الرايبوزومز اكتب عليها مصانع البروتين،
ممبرينس ولا نون ممبرينس؟ نون ممبرينس. نون ممبرينس مسؤولة عن تصنيع البروتين في الخلية. حجمها صغير جدا من 20 ل 30 نانو. طب خدنا قبل كده مين؟ السيل ممبرين 7.5 إلى 10 نانو. يبقى هي 20 ل 30 نانو صغيرة جدا، أشوفها باللايت ولا ما أشوفهاش؟ صعب أشوفها باللايت مايكروسكوب، إنما هشوفها أكتر بالإلكترون مايكروسكوب. ولكن هذه الريبوزومز عبارة عن ار ان اي. ار ان اي ريبوزومال ار ان اي، والاي يحب الصبغه البيزك، يبقى هتاخد لون ازرق، هتاخد لون ازرق. يبقى لو هي لوحدها صغيره قوي يا دكتور ما اقدرش اشوفها باللايت مايكروسكوب، اما لما تتجمع مع بعضها هتدينا لون ايه؟ تدينا لون بيزوفيليا او بيزوفيليك او اللون الازرق. ليه؟ ده سؤال مهم ام سي كيو، عشان الكونتنت بتاعها والمحتوى بتاعها عباره عن ريبوزومال ار ان اي. طب تعالى نشوفها بالالكترون مايكروسكوب. احنا قلنا الالكترون مايكروسكوب ابيض واسود، فالحمد لله هنشوفها اسود، يبقى الكترون دنس. طب هي من 20 ل 30، يبقى في حاجات صغيره وفي حاجات كبيره، في حاجات صغيره وفي حاجات كبيره، يبقى في سمول سب يونت ولارج سب يونت. طب هي عباره عن ايه؟ ريبوزومال ار ان اي، ريبوزومال ار ان اي، ومعاها شويه بروتينات، اكتر من 80 بروتين، ديفرنت بروتينز، بروتينات مختلفه. يبقى بالالكترون مايكروسكوب ابيض ولا اسود؟ اسود. طب باللايت مايكروسكوب ازرق. خد بالك الالوان باللايت مايكروسكوب، اما الالكترون مايكروسكوب يا ابيض يا اسود. جميل، ماشي. عندي كام نوع من انواع الريبوزومز؟ عندي نوعين. عندي نوع اسمه فري رايبوزومز، فري رايبوزومز، والنوع الثاني اتاتشد رايبوزومز. الفري رايبوزومز ممكن تبقى سكاترد لوحدها كده، او ممكن يبقوا متجمعين كل 10 20 واحد كده، يقوموا رايحين على الماسنجر ار ان اي، يتصلوا بيه ماسنجر ار ان اي او ماسنجر ار ان اي وعليه الرايبوزومز. فده بنقوم مسمينه ايه؟ بولي رايبوزومز او بوليسومز، بولي رايبوزومز او بوليسومز. طب الفري رايبوزوم بيعمل ايه؟ بيصنع بروتين، ولكن لاستخدام الخليه نفسها، لاستخدام الخليه نفسها. يعني الخليه تصنع بروتينات للسيتوبلازم، اسمها سيتوبلازم بروتينز. الخليه تصنع بروتينات عشان السيتوسكيليتون، عشان الهيكل الدعامي للخليه، اسمها سيتوسكيليتال بروتين. الخليه العضليه تصنع لي اكتين عشان تعمل كونتراكشن، ما بتطردش الاكتين بره، ده بيفضل جوه العضله علشان العضله تعمل كونتراكشن. يبقى هي بتصنع بروتين علشان استخدام الخليه نفسها. اما الاتاتش درايبوزوم بتبقى ماسكه في حاجه، بتمسك في مين؟ في الرف اندوبلازميك. وانا قلت لكم في قصه حب قذره ما بين الريبوزوم والرف اندوبلازميك ريتيكولوم. يبقى مين اللي بيحبوا بعض؟ الريبوزوم والرف اندوبلازميك ريتيكولوم. جميل، يبقى ده هنسميه اتاتشد رايبوزومز. ماشي، ممكن يبقى سنجل رايبوزوم او بوليزومز ماسكين في مين بقى؟ في الاندوبلازميك ريتيكولوم اهو. طب ده برضه هيصنع بروتين، ولكن هيصنع بروتين علشان يحذفه بره، اوتسايد، اطلع بره، يبقى اسمه سيكريتوري بروتين، او يفضل في السيتوبلازم ولكن يغير اسمه ويبقى اسمه برايمري لايزوزوم. تاني، يبقى انا عندي فري رايبوزوم وعندي اتاتشد رايبوزوم. الفري رايبوزوم يصنع بروتين لاستخدام الخليه نفسها، اتاتشد رايبوزوم تصنع بروتين عشان تطرده بره، سيكريتد اوتسايد، او يفضل جوه ويغير اسمه ويبقى اسمه ايه؟ ويبقى اسمه برايمري لايزوزوم، برايمري لايزوزوم. يبقى احنا كده اخذنا السيل ممبرين، ثم اخذنا الميتوكوندريا ممبرينس اورجانيل، ثم اخذنا الرايبوزومز نون ممبرينس اورجانيل. تعالوا بقى دكاتره على نكمل الاورجانيل. تعالوا بقى يا دكاتره نكمل بقيه الاورجانيلز. اخذنا المره اللي فاتت الميتوكوندريا والرايبوزومز، هنكمل بقى اول حاجه اندوبلازميك ريتيكولوم. الاندوبلازميك ريتيكولوم اللي هو الشبكه الاندوبلازميه. شبكه من ايه؟ هل هي شبكه اورده ولا شبكه شرايين ولا شبكه شعيرات دمويه ولا شبكه ايه بالظبط؟ الشبكه دي عباره عن نتورك او ريتيكولوم. كلمة ريتيكولوم هيها نتورك، شبكة متداخلة مع بعضها، بتمتد من أول النواة لغاية السيل ممبرين، من أول النيوكليار ممبرين، ما النواة ليها ممبرين اسمه نيوكليار ممبرين،
لغايه السيل ميمبرين، وبتبقى شبكه متداخله انتر كوميونيكيتنج. يبقى كلمه ريتيكولم هي هي نتورك، هي هي انتر كوميونيكيتنج. طيب الشبكه دي عباره عن شبكه ايه بقى؟ ايه الوصف بتاعها؟ عباره عن سيسترن. سيسترن يعني خزانات واسعه، او ريزرفوار او مخازن، وساعات بيبقى شكلها كمان تيوبيولز. زودها تيوبيولز، انابيب صغيره، او ساعات يبقى شكلها فيزيكلز، حويصلات. جميل. يبقى انا عندي شبكه من الخزانات موجوده جوه الخليه. بتخزن ايه يا دكتور؟ ممكن تخزن بروتين وممكن تخزن ليبيد. فلقينا منها نوعين، في نوع اسمه رف اندوبلازميك ريتيكولوم، رف اندوبلازميك ريتيكولوم، وفي نوع اسمه سموس اندوبلازميك ريتيكولوم. الرف هو الخشن، هو اللي عليه رايبوزومز، اللي احنا لسه قايلينه مع الرايبوزومز، اللي كان نوع اسمه ايه؟ اتاتشد رايبوزومز. كان نوع اسمه اتاتشد رايبوزومز. جميل. يبقى انا عندي خزانات عليها رايبوزومز او بوليسومز، عشان كده سميته رف اندوبلازميك ريتيكولوم او جرانيولار. الاسم التاني مهم قوي. يبقى الرف اندوبلازميك ريتيكولوم اسمه جرانيولار اندوبلازميك ريتيكولوم علشان على سطحه رايبوزومز. اما السموث الاملس ده مش على سطحه حاجه، نو اتاتش رايبوزوم، والاثنين بيبقوا متصلين ببعض كونتينوس ويز ايتش اذر. جميل. يبقى انا عندي رف اندوبلازميك ريتيكولوم و سموث اندوبلازميك ريتيكولوم. ماشي. طيب تعالى بس ناخد المقارنه على طول، ناخده كله على بعضه. الرف اندوبلازميك ريتيكولوم، الرف اندوبلازميك ريتيكولوم هو ميمبرينوس اورجانيل مسؤول عن تصنيع البروتين. ما هو الرايبوزومز بتصنع بروتين. جميل. عشان ايه؟ اوتسايد ذا سيل، عشان تطلعه بره الخليه او تخليه جوه ويبقى اسمه برايمري لايزوزوم. طيب السموث اندوبلازميك ريتيكولوم هي عباره عن سيستيرن، ولكن هي تيوبيولز اكتر، ومش عليها رايبوزومز، ومش هتبقى بيزوفيليك، وبتبقى كونتينوس مع الرف اندوبلازميك ريتيكولوم. يبقى انا عندي رف اندوبلازميك وعندي سموث اندوبلازميك ريتيكولوم. ماشي. هنا موجود في الخلايا اللي بتصنع بروتين، هنا موجود في الخلايا اللي بيبقى فيها ليبت. طب مين اللي بيصنع بروتين؟ حفظ صم، فايبروبلاست، بلازما سيل. فايبروبلاست دي بتصنع كولاجين، ده نوع من انواع الفايبرز اللي موجوده في جسمنا. والبلازما سيل دي بتصنع انتي بوديز، اجسام مضاده، ودي ليها دور في الاميونيتي، ليها دور في المناعه. يبقى انا عندي فايبروبلاست وعندي بلازما سيل. طب هنا موجود في الليفر سيل خلايا بيبقى فيها دهون، موجود في الخلايا اللي بتصنع لي دهون او بتصنع لي هرمونات طبيعتها دهون، زي الادرينال جلاند، الادرينال جلاند، وزي التستس، وزي الاوفري. يبقى انا عندي ادرينال جلاند وعندي تستس وعندي اوفري. تعالى بقى على اللايت مايكروسكوب. اللايت مايكروسكوب هنا بيزوفيليك. ليه يا دكتور؟ عشان ده اتاتشد، اتاتشد برايبوزومز، يبقى على سطحه رايبوزومز. يبقى الرف اندوبلازميك ريتيكولوم عليه هنا رايبوزومز، اما هنا مفيش رايبوزومز. وكمان هنا نسينا نقول في المصل سيل، وبيبقى اسمه سموس اندوبلازميك ريتيكولوم في المصل سيل بتساوي ساركوبلازميك ريتيكولوم، بيبقى ليه دور ان هو يضخ لي كالسيوم، بامب للكالسيوم. جميل. طب بالالكترون مايكروسكوب هنا بتبقى خزانات متوازيه ومتصله ببعضها، بارارل سيسترن، متصله ببعضها، وزي ما احنا قلنا طالعه من الاوتر نيوكليار ممبرين لغايه السيل ممبرين، وبتبقى فلات ان شيب، وبيبقى عليها رايبوزومز او بوليسومز، بتبقى محببه عليها رايبوزومز او بوليسومز. طب التاني بقى، شوف السيسترن هنا بيقول لك ايه؟ عباره عن ايه؟ تيوبيولز صغيره او فيزيكولر على شكل حويصلات ونوت فلات، ومش عليها رايبوزومز. ماشي. الفانكشن مهمه جدا جدا جدا. واحد، عزل البروتين، تفضل مخزنه البروتين جواه. اتنين، لو دقيته ولقيت طعمه مر تقوم ضايفه عليه ايه؟ سكر، اسمه جلايكوزايليشن. يبقى هتصنع البروتين وتخزنه بالرايبوزومز اللي عليه وتضيف اليه سكر، تعمل فيه ايه بقى يا دكتور؟ والله يا اما تنقله للجولجي عشان يطلعه بره،
يا اما يفضل جوه على هيئه برايمري لايزوزوم، يا اما يروح يعمل لي الانتجرال بروتين اللي كان موجود في السيل ميمبرين. يبقى انا عندي كام طريق للبروتين؟ ثلاثه، يا يطلع بره الخليه ويبقى اسمه سكريتوري بروتين، يا اما يفضل جوه ويغير اسمه ويبقى اسمه برايمري لايزوزوم، يا اما يروح يكون لي الانتجرال بروتين بتاع السيل ميمبرين. طيب تعال لي بقى على الفانكشن بتاعه السموث اندوبلازميك ريتيكولوم، ودي تحفظها زي اسمك. كنا قلنا حاجات كتيره بحرف الاس، كانوا 6 اس. 1 سيل ميمبرين، سيل ميمبرين كانت بتكون الليبيدز، فوسفوليبيد بتاعه السيل ميمبرين. 2 في الليفر بتعمل تكسر سكر، سكر جلايكوجين ميتابوليزم، تكسر لي سكر بالسين. ثم السم، تعمل ايه في السم؟ تشيل السم، تعمل ازاله للسميه، تعمل ديتوكسيفيكيشن. دي يعني ازاله، وتوكسين يعني سم، فبتعمل ديتوكسيفيكيشن. ادويه كتير اخدتها عايز تنتحر، تشيل السميه بتاعتها. شربت الكحول كتير، يشيل السميه بتاعتها. شربت سموم ادويه كتير بتتاثر على الكبد، كل الكلام ده هي هتشيل السميه بتاعته، زي الكحول وزي الدراجز والحاجات السامه اللي احنا بناخدها. كمان في الادرينال جلاند، الادرينال جلاند بتفرز لي حاجه او بتصنع لي حاجه اسمها ستيرويدز، بحرف الاس اهي، ستيرويد، ستيرويد هرمونز. طبيعتها هذه الهرمونات بتبقى عباره عن ليبيدز. كمان السكس هرمونز، سكس بحرف الاس، يبقى هنا 2 ستيرويد وسكس هرمونز، ستيرويد وسكس هرمون. اخر حاجه في العضلات كنا قلنا اسمها ايه؟ ساركوبلازميك ريتيكولوم. اسمها ايه؟ ساركوبلازميك ريتيكولوم، ساركوبلازميك ريتيكولوم، ساركوبلازميك ريتيكولوم. طيب ده بيعمل ايه؟ ده بيضخ كالسيوم عشان العضله تعمل كونتراكشن، ويشد الكالسيوم عشان العضله تعمل ريلاكسيشن. يبقى ليها دور في الكونتراكشن والريلاكسيشن بتاع العضلات. يبقى اول سين سيل ميمبرين، تاني سين سكر وسم، تالت سين استيرويد وسكس هرمون، والاخيره ساركوبلازميك ريتيكولوم في العضلات عشان تضخ كالسيوم وتشد الكالسيوم. يبقى دي الفانكشن بتاعه السموث والراف اندوبلازميك ريتيكولوم. تعال نرجع تاني بقى للجولجي اباريتس. يبقى احنا كده خلصنا الاندوبلازميك ريتيكولوم. الجولجي اباريتس، الجولجي اباريتس ممبرينس اورجانيل، مسؤول عن افراز البروتين، افراز البروتين اللي بتصنع بالراف اندوبلازميك ريتيكولوم. يبقى انا عندي الرايبوزومز اللي احنا لسه قايلينها، الرايبوزومز اللي موجوده على سطح الاندوبلازميك ريتيكولوم بتصنع بروتين وتخزنه في الراف، تبعته لمين بقى؟ تبعته للجولجي اباريتس، تبعته للجولجي اباريتس. جميل. يبقى الجولجي اباريتس ده مسؤول عن ايه بقى؟ مسؤول عن سكريشن، مسؤول عن الافراز. تعال بقى للجولجي اباريتس، الجولجي اباريتس ده مسؤول، هو ممبرينس اورجانيل، مسؤول عن السكريشن بتاع البروتين. الله، يبقى انا عندي رايبوزومز هتصنع بروتين توديه تخزنه في الراف اندوبلازميك ريتيكولوم، والراف اندوبلازميك يوصله للجولجي اباريتس علشان يطلعه بره، سكريشن اوف بروتين. يبقى مين المسؤول عن السكريشن؟ هو الجولجي، ده بتاع الافرازات، اكتب عليه كده بالعربي، بتاع الافرازات. جميل. طيب يبقى وظيفته ايه يا دكتور؟ وظيفته كونسنتريشن، بيركز، وباكجينج، باكجينج يعبي ويخزن، حتى كنا بنقول بوكس بي وكي واس، باكجينج وكونسنتريشن وستورج اوف بروتين علشان تطلعه لي بره. ماشي. وممكن تضيف اليه سكر، تضيف اليه سكر. الله، ده احنا لسه واخدين يا دكتور الراف اندوبلازميك ريتيكولوم كان ممكن يعمل يضيف سكر، هنا برضو بيضيف سكر ولكن هنا كومبليت. يبقى هو بيبدا اضافه السكر في الراف اندوبلازميك، ودي مهمه قوي، ثم يكمل اضافه السكر في مين؟ في الجولجي اباريتس، ودي اكدنا عليها كتير قوي. يبقى بيدي للبروتين بوكس، البوكس باكجينج وكونسنتريشن وستورج، ماشي، ويضيف اليه سكر، وممكن يطلعه بره او يسيبه جوه، لو سابه جوه هيبقى اسمه برايمري لايزوزوم. وكمان ليه وظيفه رابعه مهمه قوي 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 متضافه السنه دي، اللي هو بيصنع جاجز، جلايكوزا ماينو جلايكانز، والجاجز دي هي الماده البينيه او الارضيه اللي بتبقى موجوده في الكونكتيف تيشو، والماده البينيه دي بنسميها اكسترا سيلولار ماتريكس، اكسترا سيلولار ماتريكس.
كونكتيف تيشو ده بيبقى عباره عن خلايا وعباره عن فايبرز وما بينهم ماتريكس. تمام، عباره عن فايبرز اهي وعباره عن خلايا، والنقط اللي ما بينهم دي اسمها ماتريكس. حتى انا كنت في الحصه اقول لكم عامله زي العماره، العماره دي فايبرز عواميد وخلايا اللي هي الطوب، والماتريكس اللي هو الاسمنت. مين اللي بيصنع لي الماتريكس دي بقى او الاسمنت ده؟ الجولجي اباريتس بيفرز لي كل المواد بتاعته اللي هي زي الجاجز. الجاجز تعال نشوفه بقى باللايت مايكروسكوب وبالالكترون مايكروسكوب. باللايت مايكروسكوب هلاقي الخليه كلها لونها ازرق، ادي النواه وجنبها الجولجي والخليه كلها لونها ايه؟ الخليه كلها لونها ازرق ما عدا مين؟ ما عدا الجولجي اباريتس. عشان احنا قلنا في قصه حب جميله قوي ما بين الريبوزومز والرف اندوبلازميك ريتيكولوم، وقلنا هما الاثنين بيبقوا بيزوفيليك لونهم ازرق، اما الجولجي اباريتس هيبقى حته مش مسبوغه جنب النواه. نيجاتيف جولجي ايمج، نيجاتيف جولجي ايمج. تمام، طب لو عايز اشوفه يبقى في حته مش مسبوغه، لو عايز اشوفه اسبوغه بالسيلفر. تمام، هلاقيه دارك براون، هلاقيه حته كده فيها شويه ايه خطوط كده اسمها دارك براون جولجي اباريتس. ده بصبغه اسمها ايه؟ سيلفر. سيلفر بيحب الفضه. طب بالالكترون مايكروسكوب، بالالكترون مايكروسكوب مكون من ثلاث حاجات. لو تفتكروا بقى معايا كان في اتنين سيرفس، كان في واحد اسمه كونفكس وكان في واحد اسمه كونكيف، وكان في هنا فيزيكلز صغيره، حتى كنا بنقول توك توك صغير كده شايل البروتينات، وكان في بقى ايه فيزيكلز كبيره. يبقى انا عندي ترانسفير فيزيكلز اللي هي الصغيره، وعندي سكريتوري فيزيكلز اللي هي الكبيره، وعندي هنا بقى انابيب كتيره كده دي اسمها ساكيولز. يبقى انا عندي اتنين سيرفيس اهم للساكيولز، وعندي تحت فيزيكلز صغيره وعندي فوق فيزيكلز كبيره. ماشي، يبقى انا عندي ساكيولز وعندي ترانسفير فيزيكلز، اكتب جنبها سمول فيزيكلز، وعندي هنا السكريتوري اكتب جنبها هي الماكرو فيزيكلز، هي اللارج هي الكبيره. يبقى انا عندي ادي الجولجي اباريتس اهو، وادي الانابيب اهي، وبتبقى ايه واسعه من الجناب كده، وهنا الفيزيكلز الصغيره وهنا الفيزيكلز الكبيره. يبقى انا عندي في سيرفس هنا اهو وعندي في سيرفس هنا اهو. جميل، فقال لك يا سيدي ان الساكيولز دي اللي هي ده اللي انا راسمها في النص دي بيبقى ليها سيس فيس او اماتيور او كونفكس، اللي هو الجزء اللي تحت السيس فيس او الاماتيور او الكونفكس. طب الجزء اللي فوق عكسها ترانس فيس او الماتيور او الكونكيف. طب هنا كان عندها الفيزيكلز الصغيره، طب هنا عندها الفيزيكلز الكبيره. فالفيزيكلز الصغيره دي هتحمل من الرف اندوبلازميك ريتيكولوم وتطلع لي البروتينات توديه، كل شويه تطلع بقى من هنا تروح لي هنا تروح لي هنا لغايه ما تطلعهم لي، يا اما يطلعوا بره الخليه يا اما يفضلوا جوه الخليه على هيئه برايمري لايزوزوم. يبقى دي طالعه منين الصغيره؟ طالعه من الرف اندوبلازميك ريتيكولوم، بيستقبل الفيزيكلز من الرف اندوبلازميك، اما هنا سكريتوري بتطردها بره الخليه. يبقى انا عندي ترانسفير فيزيكلز اللي هي الصغيره والسكريتوري فيزيكلز اللي هي الكبيره. يبقى الصغيره طالعه من الرف اندوبلازميك ريتيكولوم، تمام، من عند الناحيه الاماتيور، اما الكبيره لا طالعه من الناحيه اللي فوق. يبقى انا عندي الجولجي اباريتس، الجولجي اباريتس دكاتره عباره عن ايه؟ ها، عباره عن ثلاث حاجات. تعالوا نرسمها رسمه ثانيه كده بحيث ان هي ايه تثبت، لو عايز ترسمها ورايا. بص يا سيدي اهي، ادي اول سيرفس وادي ثاني سيرفس، حلو، وفي بقى في النص هنا ادي الساكيولز اهي، دي كلها كده اسمها ايه؟ اسمها ساكيولز، بتبقى رفيعه من النص وواسعه من الجناب، ادي الساكيولز. كل 4×10 مع بعض بيعملوا لي حزمه اسمها ستاك. جميل، يبقى ده كده الشكل اللي انت شايفه قدامك ده، ده اسمه ايه؟ اسمه ساكيولز. ماشي، وعندك مين بقى هنا تحت؟ ده الرف اندوبلازميك ريتيكولوم، على سطحه مين؟ على سطحه رايبوزومز. بتصنع ايه؟ بتصنع بروتينات. بيقوم مطلع لي اكياس هنا، الاكياس دي بتبقى صغيره، بنسميها ترانسفير فيزيكلز او مايكرو فيزيكلز. طالعه من هنا من الرف اندوبلازميك ريتيكولوم وتروح على فين؟ تروح على الجولجي ساكيولز، وتقعد تطلع 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 لغايه ما تقوم طالعه لي اكياس كبيره من فوق اللي هي اسمها ايه؟
مايكرو فيزيكلز، اسمها مايكرو فيزيكل. يبقى واحد مايكرو فيزيكلز، اثنين ساكيولز، ثلاثة مايكرو فيزيكل. جميل، واحد اثنين ثلاثة. يبقى المايكرو فيزيكل طالعة من الرف اندوبلازميك ريتيكولوم. طب اللي فوق بقى اللي هي الماكرو اللي هي السكريتوري، والله يا دكتور احنا هناخد قرار، يا اما تطلع بره الخلية او تسايد، يا اما تفضل جوه وتعمل لي حاجة اسمها برايمري لايزوزوم. بتعمل حاجة اسمها برايمري لايزوزوم. يبقى لو جيت اقول لك ما هو الاورجانيل اللي مكون من مايكرو فيزيكلز وساكيولز وماكرو فيزيكلز، تقول لي الجولجي ايه؟ الجولجي اباريتس. الجولجي اباريتس، جميل. يبقى انا عندي السكريتوري فيزيكلز هتعمل ايه يا دكتور؟ والله يا اما هتطلعهم لي بره بالاكسوسايتوزس، يا اما يفضلوا جوه ويبقى اسمهم برايمري ايه؟ لايزوزومز. برايمري لايزوزوم. يبقى احنا كده اخذنا الرايبوزومز، واخذنا الرف اندوبلازميك والسموث اندوبلازميك، واخذنا الجولجي اباريتس. اخر حاجه بقى اللي هي اللايزوزومز. يعني ايه لايزوزومز؟ اللي هي الاكياس الانتحاريه اللي موجوده جوه الخليه. اكتب جنبها معده الخليه. معده الخليه ممبرينس اورجانيل، مسؤول عن ايه؟ مسؤول عن، اكتب جنبها انترا سيلولار دايجيشن، مسؤول عن الهضم جوه الخليه. ليه يا دكتور؟ عشان في انزيمات. الانزيمات اسمها ايه؟ اسمها اسيد هيدروليزس. في اكتر من 40 هيدروليتيك انزيم، فيها انزيمات كتيره جدا. جميل، اشهرهم مجموعه من الانزيمات اسمها اسيد هيدروليز، بتشتغل عند بي اتش اسيدك. اشهرهم بروتيز وفوسفاتيز، والاشهر فوسفاتيز. لذلك انا ممكن ادور على انزيم جوه اللايزوزوم اسمه فوسفاتيز، فبالتالي هيستوكيميكال ستادي. زي مين قبل كده؟ زي الميتوكوندريا. كان اسمه ايه في الميتوكوندريا؟ كان اسمه ساكسينيك دي هيدروجينيز. كان اسمه ايه؟ ساكسينيك دي هيدروجينيز. حلو، يبقى انا عندي اللايزوزوم. طب ايه اللي بدا اصلا يصنع هذه البروتينات واللايزوزومز؟ والله يا دكتور من الرف اندوبلازميك ريتيكولوم، ودت على الجولجي، والجولجي بدل ما يطلع بره خلاها جوه، وبقى اسمها برايمري لايزوزوم. ماشي، كل الخلايا بتاعت جسمي موجود فيها لايزوزومز، ولكن لازم يبقى موجود بوفره في الخلايا اللي بتاكل، اللي اسمها ايه؟ اللي اسمها ماكروفاجس. الخلايا اميون سيل، اميون سيل بتاكل، اسمها التاني هيستيوسايتس. هيستيوسايتس خلايا الماكروفاج الاكولة، مليانة لايزوزومز، مليانة لايزوزوم. يبقى هو مسؤول عن ايه؟ مسؤول عن التكسير، مسؤول عن التكسير. يبقى اللايزوزوم الانزيمز دي بتكسر، بتعمل دايجيشن، بتعمل، بتحلل الحاجات الكبيرة الى حاجات صغيرة. قبل ما نقول الفانكشن، عايزك تعرف بس ان احنا عندنا نوعين من اللايزوزوم. عندنا نوع اسمه برايمري لايزوزوم، وعندنا نوع اسمه سكندري لايزوزوم. البرايمري لايزوزوم انا كنت بقول لك زي اللاعب الاحتياطي اللي قاعد بره مزاجه حلو، لسه ما دخلش الملعب، يبقى لسه ما عملش دايجيشن، لسه فريش، لسه مدور وجميل وصغير كده وريجولر ومنتظم، لسه ما حصلش فيه اي مشكله ولا عمل هضم. جميل، عشان كده بيبقى متجانس. كلمة متجانس يعني هوموجينوس. ومودريت الكترون دنس، كلمة مودريت الكترون دنس يعني رمادي، يعني بتلاقيه عامل كده ومنقط كده، تمام؟ جرانيولار كور، جرانيولار كور. عكسه بقى السكندري. البرايمري لما يبدأ ياكل يتحول إلى سكندري، يبقى هيبدأ في عملية الهضم انتراسيتوبلازميك دايجيشن، هيبقى غير منتظم ويكبر ويبقى هيتروجينوس. إنما هنا كان هوموجينوس، دي مهمة جدا. طيب على حسب نوع الاكله بقى ممكن ياكل ايه؟ والله يا دكتور ممكن ياكل حاجه سوليد، وممكن ياكل حاجه فيها ميه، يشرب ميه ويكسرها، وممكن حاجه ميته ديد او ورن اوت اورجانيل، يعني عضي موجود في الخليه بدا يتكسر ويتحلل، عايزين نكسره، عايزين نشيله. فانا عندي ثلاث انواع: هيتيرو لايزوزوم ده بتاع الحاجه السوليد، مالتي فيزيكولار ده بتاع الحاجات الفلويد، اوتوفاجيك فاكيول ده لو اورجانيل جوه الخليه بتاعتي اتكسر او بدا يموت بناكله بحاجه اسمها اوتوفاجيك فاكيول. يبقى انا عندي كام اكله؟ ثلاث اكلات: هيتيرو لايزوزوم، مالتي فيزيكولار بادي، اوتوفاجيك فاكيول. يبقى الوظيفه بتاعته ايه يا دكتور؟ اهو، يبقى زي الماكروفاج خلاص قلناه، ووظيفته ان هو بيعمل دايجيشن، بيعمل
دايجيشن، هيكسر وزي الفل. طب في بقايا هتتبقى ريزيدوال بادي. لو هو هيتيرو لايزوزوم وكل حاجات سوليد وكسرها، الجزء المتبقي هيطرده بره بالاكسوسايتوزس. لو هو اوتوفاجيك فاكيول، اوتوفاجيك فاكيول ودي مهمه قوي، وتبقى شويه حاجات هيسيبها جوه الخلايا دي زي النيرونز وزي الكاردياك مسل، هيفضل معبيها جواها. الريزيدوال بادي هتفضل تتعبى جواها اكيوموليت على مدار السنين باي تايم، وتفضل تزيد بمرور العمر، ونسميها لايبوفيوسين بيجمنت. لايبوفيوسين بيجمنت. يبقى لو هيتيرو لايزوزوم يطردها بره، لو اوتوفاجيك فاكيول هيفضل سايبها جوه. طيب باللايت مايكروسكوب عندنا انزيم هيستوكيمستري، قلناها اهم انزيم اسمه اسيد فوسفاتيز، وده مهم جدا. وخد بالك ساكسينيك ده هيدروجينيز، ده بتاع الميتوكوندريا. تمام، يبقى انت عندك اتنين اورجانيل دلوقتي بندور بيهم على الانزيمات، انزيم هيستوكيمستري، اسيد فوسفاتيز في اللايزوزوم، وساكسينيك دي هيدروجينيز في الميتوكوندريا. في الميتوكوندريا تعال بقى على المحاضره الثالثه اللي بتتكلم على النون ميمبرينوس اورجانيلز. النون ميمبرينوس اورجانيلز اول حاجه هنتكلم عليها هي السيتوبلازميك فيلامنت. يعني ايه سيتوبلازميك فيلامنت؟ يعني الخيوط او الحبال اللي موجوده جوه الخليه، هي ثريد لايك ستراكشرز، يعني حبال موجوده جوه الخليه. والمحاضره دي كلها بتبقى سايتوسكيلتون للخليه، يعني هيكل دعامي للخليه، في حاجات كده فيها بتشتغل كهيكل دعامي للخليه. ماشي، باللايت مايكروسكوب بتبقى رفيعه قوي، بتصل من 6 الى 16 نانو متر، من 6 ل 16 نانو متر، لذلك لا ترى الا لما تكون باندل، وترى بالصبغه اللي اسمها سيلفر ستين. وعلم على السيلفر دي واكتب جنبها كمان ان السيلفر بتصبغ مين؟ الجولجي اباريتس. خدناها قبل كده في الجولجي اباريتس اللي كان جنب النواه، وكانت بتدي لون ايه؟ لون دارك براون. تاخد بالك من اللون، لازم تقول لي اسم الصبغه ولازم تقول لي اللون بتاعها في النظر لما نيجي بعد كده للنظر ان شاء الله. طيب بالالكترون مايكروسكوب، والله يا دكتور بالالكترون مايكروسكوب بقى احنا عندنا لقينا مايكروفيلامنت وانترميديت فيلامنت وماكروفيلامنت. المايكروفيلامنت هي الرفيعه السن، من 6 ل 7، من 6 ل 7 نانومتر. اما الانترميديت فيلامنت بتبقى من 8 ل 10 نانومتر. اما الماكروفيلامنت التخينه من 12 الى 16 نانومتر. طيب السن فيلامنت عباره عن اكتين وتروبونين وتروبومايوسين، ثلاث بروتينات مع بعض، اكتين وتروبونين وتروبومايوسين. اما السيك فيلامنت هي مايوسين بس. اما الانترميديت فيلامنت في منها اكتر من 50 نوع، ولكن احنا هنقول خمس انواع بس. جميل، يبقى انا عندي سن وانترميديت وسيك. تعال ناخدهم واحد واحد كده. السن قطره قد ايه؟ 6 نانومتر. مكون من ايه؟ اكتين، تروبومايوسين، تروبونين، ثلاثه مع بعض. بيشتغل على ايه؟ اول اتنين موفمنت، واحدة مايكروفيلاي وواحدة الخلايا الاميبويد موفمنت بتاعتها، اللي هي الحركة اللي انا قلت لكم عليها زي الحركة اللي هي الاميبية كده، او ان هي الحركة العشوائية بتاعتها. اتنين كليفج فارو، ان الخلية تتشق من النص وتبدأ تنقسم. تلاتة في البلاد بليتلتس، في الصفائح الدموية علشان تكوين الجلطة وقفلة الجرح. خمسة ان هي في العضلات عشان تعمل كونتراكشن بمساعدة مين بقى؟ السيك فيلامنت اللي هو المايوسين. يبقى الوظائف بتاعت الاكتين مهمة جدا جدا جدا. طب تعالى على الانترميديت فيلامنت، من كام لكام؟ من 8 ل 10 نانومتر، اكتر من 50 نوع. بنشخصه او بنشوفه او بنتعرف عليه بحاجة اسمها اميونو سايتو كيميكال تكنيك. وكنت بقول لكم بقى ان احنا بنجيب انتيبادز ونخليها تلزق في البروتين بتاعها وهكذا، يبقى اميون سايتوكيميكال تكنيك، وليس لها قدره على الكونتراكشن. امال مين اللي ليهم قدره على الكونتراكشن؟ الاكتين والمايوسين. طيب الوظائف بتاعتها مهمه جدا 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 جدا، واهم واحده فيهم ده اهي تيومر ايدنتيفيكيشن. لو زاد عددها قوي بيبين لي ان هو الخلايا بدات تبقى خلايا سرطانيه، تيومر ايدنتيفيكيشن. اتنين بتلعب دور في الشكل بقى، ان هي بتظبط الشكل وبي
بتمنتين او بتحافظ على شكل الخلية والهيكل الدعامي للخلية. تلاتة ان هي بتخلي الخلايا تمسك مع بعضها، تخلي الخلايا تمسك مع بعضها. تمام. انترميديت فيلمنت، نوع من انواع الانترميديت فيلمنت، بيساعد في الادهيجن وان الخلية ان هي ما تنفصلش عن بعضها وتستحمل اي ظروف مش كويسة. يعني الخلية دي لو بتعمل كونتراكشن كتير وبتاع، فبالتالي مش هيخلي الخلايا تنفصل عن بعضها، وده هناخده باذن الله في حاجة اسمها ديسموزومز. ديسموزومز. ونوع الانترميديت فيلمنت هنا كان اسمه تونو فيلمنت. اسمه ايه؟ تونو فيلمنت. يبقى التونو فيلمنت او الديسموزومز ده نوع من انواع الانترميديت فيلمنت اللي بيربط ما بين الخلايا بينها وبين بعضها. ده ستراكشر كبير بيبقى اسمه انترسيلولار جانكشن، بيوصل الخليتين مع بعض. اخر حاجه السيك فيلمنت اللي هو المايوسين، وده بيساعد الاكتين فين؟ في العضلات، في المايوفايبرل، علشان تعمل كونتراكشن. يبقى الاول بيعمل كونتراكشن والثالث بيعمل كونتراكشن، اما اللي في النص ملوش قدره على الكونتراكشن. ده كده اللي هو الاكتين، الاكتين والمايوسين والانترميديت فيلمنت اللي هي الفيلمنت يعني. بعد كده عندنا المايكروتيوبيولز. المايكروتيوبيولز عباره عن نون برانشنج هولوتيوبيولز، يعني مش متفرعه ومجوفه من جوه، واللينس بتاعها مختلف. اهي ادي واحده وادي واحده تانية، اللينس مختلف ولكن الديامتر بتاعهم واحد. يعني هي زي القلم، بس القلم ده ممكن تطوله وممكن تقصره، ولكن القطر بتاع هذا القلم ثابت. جميل. بتتكون من تيوبيولين بروتين، مهم جدا، تيوبيولين بروتين. التيوبيولين بروتين ده بيبقى موجود في الخلية على هيئة دايمر. على هيئة ايه؟ دايمر. دايمر يعني ثنائي. ويبدأوا يتجمعوا مع بعض يعملوا لك المايكروتيوبيول. يبقى انا عندي التيوبيولين ده، يقوم عامل لي شوية هنا وشوية هنا وشوية هنا ويلفوا كده، يقوم عاملين لي القطر ده، او يعمل لي الجدار بتاع الانبوبة. شوية تانيين يتلف وشوية تلتين وهكذا لغاية ما يعمل لي الانبوبة. جميل؟ ماشي. طيب يبقى في تجميع. كلمة تجميع يعني بوليمرايزيشن. طيب عندي مكانين بقى في الخلية بيطلعوا لي مايكروتيوبيول. ادي الكروموزوم اهو، وادي السنتريول هنا اهو. جميل؟ الخلية دي عشان تعرف تنقسم لازم تطلع لي حاجة اسمها ميتوتيك سبندل. فالميتوتيك سبندل بتطلع منين وفين؟ بتطلع يا دكتور من عند السنتريول اللي هنا، وبتطلع كمان من الكروموزوم من هنا من الناحية دي. يبقى انا عندي سنتريول والسنترومير بتاع الكروموزوم، دول بيشتغلوا حاجة اسمها مايكروتيوبيول اورجانيزنج سنتر. مايكروتيوبيول اورجانيزنج سنتر، مكانين بيطلعوا لي الميتوتيك سبندل او المايكروتيوبيول. طيب يبقى وظيفة المايكروتيوبيول ايه؟ يبقى وظيفة المايكروتيوبيول ان هي بتحافظ على الشكل، ان هي بتنقل الحاجات جوه الخلية، مهمة جدا، بتكون ميتوتيك سبندل، وبتدخل في تكوين الثلاث حاجات الجايين، السيليا والفلاجيلا والسنتريول. طيب حجمها صغير، 25 نانومتر، 25 نانومتر، ما بقدرش اشوفها باللايت مايكروسكوب. امال بشوفها بايه؟ بالالكترون مايكروسكوب، عشان حجمها 25 نانومتر. بتبقى انبوبه فبشوفها دايره، لو خدت فيها سيكشن هلاقيها عباره عن دايره، في الكروس سيكشن بتبان كتيني سيركلز اللي هي دوائر صغيره. طب الجدار يا دكتور مكون من ايه؟ 13 بروتوفيلمنت حفظ صم، واللينس بتاعها ممكن يزيد اد او ممكن ريموفال يقل. يبقى انا عندي المايكروتيوبيول عايزك تعرف ثلاث كلمات، ان هي تيوبيولين دايمرز، وتعمل بوليمرايزيشن تعمل لي مايكروتيوبيول، والمكانين اللي بيطلعوا السنتريول والسنترومير. جميل. ورقم كام بقى؟ 13. 13 بروتوفيلمنت. عندك ان بي صغنونه بس فوق هنا اهو، بيقول لك انك انت عشان توقف الخلايا السرطانيه، الخلايا السرطانيه دي بتتكاثر، فعشان توقفها لازم توقف نشاط المايكروتيوبيول بدواء اسمه كولشيسين، او ده نوع من انواع السيتوتوكسيك دراجز اسمه كولشيسين. ده بريفنت الفورميشن بتاع النيو مايكروتيوبيولز، فبالتالي بيستخدم في الخلايا السرطانيه عشان يوقف النشاط بتاعها او الميتوزيس بتاعها. ده كده المايكروتيوبيولز. بعد كده عندنا السنتريول. ها جاي منين؟ بيتكون من مايكروتيوبيول، يعني المايكروتيوبيول بتدخل في السنتريول. ماشي. مسؤول عن السيل ديفيجن. السنتريول ده مسؤول عن السيل ديفيجن.
مش موجود في الخلايا اللي هي الار بي سيز والنيرف سيلز عشان هي لا تتكاثر. تمام؟ يعني لو حصل فيها انجري او ماتت خلاص شكرا كده كل سنة وانت طيب. طب باللايت مايكروسكوب بيبقى موجود جنب النواة. ادي لو دي الخلية ها ودي النواة ها، بتلاقي السنتريول موجود هنا وانبوبتين جنب النواة. يوجوالي بريزنت نير ذا نيوكليوس في مكان اسمه ايه؟ سنتروسوم. المكان اللي هو فيه اسمه سنتروسوم. بالهيماتوكسين والايسين ما بشوفوش، امال بصبغه بايه؟ حفظ صم. ايرن هيماتوكسيلين. في الخليه التي لا تنقسم بيبقى فيها 1 بير اوف سنتريول. في الخليه التي تنقسم بيبقى فيها 2 بيرز اوف سنتريول. يبقى الخليه اللي بتنقسم 1 بير. الخليه التي لا سوري الخليه التي لا تنقسم فيها 1 بير. الخليه اللي داخله على الانقسام ولازم تنقسم هيبقى فيها 2 بيرز. عشان الخليه تقدر تدخل الانقسام لازم تمر بمرحله اسمها انترفيز، والانترفيز دي جي 1 واس ستيج وجي 2. في الجي 1 بيبقى 1 بير، في الجي 2 بيبقى 2 بيرز. يبقى في الجي 1 هيبقى 1 بير سنجل بير، وفي الجي 2 هيبقى 2 بيرز، هيبقى 2 بيرز. تعالى بقى بالالكترون مايكروسكوب. بالالكترون مايكروسكوب بيقول لك يا سيدي ان السنتريول ده اهو، هتيجي تبص كده على الخليه وادي النيوكليس اهي، هتلاقي فيه انبوبتين صغيرين جنب بعض. تمام؟ الانبوبتين الصغيرين اللي جنب بعض دول اتنين شورت هولو سيلندرز، انبوبتين صغيرين مجوفين عموديين على بعض. شوف انا راسمهم ازاي؟ هتلاقيني راسمهم كده، واحد كده اهو والتاني كده. تمام؟ بتبقى مقفوله من ناحيه ومفتوحه من ناحيه. ماشي؟ ماشي. يبقى انا عندي انبوبتين صغيرين بريبنديكولار عموديين على بعض. طيب لو جينا خدنا سيكشن فيه وبصينا عليه من فوق هنلاقيه مدور. هنيجي نبص عليه هنلاقيه 3 في كام؟ 3 في 9. اديهم 3 في 3 وادي 3 في 3 وهنا برضو نفس الكلام 3 في 9 يعني 27 مايكروتوبيول تساوي 27 مايكروتوبيول. 3 في 9 متوزعين ازاي؟ خلاص في ثلاثات مع بعض، الثلاثه دول مع بعض بنسميهم بندل. يبقى انا عندي 9 بندل، 9 بندل وثلاثات يعني تريبلتس، يبقى 9 تريبلت، 9 تريبلت يعني 9 9 في 3. الفانكشن بتاعه السنتريول والله يا دكتور هو بيساعد الخليه ان هي تنقسم، وبيدخل في تكوين مين؟ بيدخل في تكوين السيليا والفلاجيل. بيدخل في تكوين السيليا والفلاجيل. تعالى ناخد السيليا. السيليا دي شويه شعر صغيرين كده هير لايك بروسيسز طالعين من سطح الخليه. بيعملوا ايه؟ بيحركوا اي فلويد اي بارتكلز موجود على سطح الخليه. يعني لو دي الخلايا اهي وادي السيليا طالعه منها اهي. جميل؟ يبقى هو مسؤول عن الحركه بتاعه اي حاجه موجوده على الفري سيرفيس. شويه فلويد شويه بارتكلز موجودين، والسيليا دي بتتحرك في اتجاه واحد بنمط ثابت. طيب السيليا بتموف ان ويف لايك مانر، عامله زي الموجه كده اللي هي بتتحرك حركه واحده تو موف سكريشنز. جميل؟ زي فين وفين؟ في الريسبيراتوري سيستم والفيميل جينيتال سيستم. مهم جدا المكانين، في الجهاز التنفسي والجهاز التناسلي في الفيميل، في الفالوبيان تيوب واليوترس. ليه؟ علشان تحرك للأوف. وكمان ممكن نعدل فيها وتشتغل كريسبتور فين؟ في الريتنا، في الريتنا في الشبكية علشان تستقبل الضوء. يبقى ليها وظيفتين في الأماكن اللي هي فيه، في الفيميل جينيتال سيستم والريسبيراتوري سيستم، وان هي كمان تستقبل الضوء. طيب باللايت مايكروسكوب، باللايت مايكروسكوب هي بتبقى صغيره وفاين ما بتتشافش قوي، هي بتبان حاجه فيك كده، حاجه مش واضحه على سطح الخليه طالعه من الفري سيرفيس. يعني ادي الخليه اهي ونايمه على البيزمنت ممبرين وطالع منها السيليا بتاعتها. جميل. عددها قد ايه؟ 100 بير سيل، عددها كتير جدا في الخليه الواحده. السيتوبلازم تحتها دكاتره بيبقى غامق وبيلمع، بيبقى متعبي حاجات كده وبيلمع. ليه بقى؟ السيتوبلازم تحتها اندرنس، يعني تحتها ريفراكتايل ودنسلي ستين. اشمعنى؟ عشان السنتريول ساب جنب النواه كده وقام رايح متكاثر وقام رايح تحت الايه؟ تحت السيليا، وقام عامل لي تحت السيليا حاجه اسمها بيزل بادي. بيزل بادي
يبقى هي دنسل ستيند علشان في سنتريول. وكمان بقى مين اللي راح هناك بقى؟ الميتوكوندريا. الميتوكوندريا الحمراء دي راحت هناك عشان تديها طاقة عشان تتحرك. يبقى ايه سبب ان هي ريفراكتايل ودنسل ستيند؟ حاجتين، الميتوكوندريا والسنتريول. كل سيليا طبعا بيبقى ليها شافت وليها بيزال بادي وليها روتلتس. شافت وبيزال بادي وروتلتس، جميل. الشافت هو الجزء اللي طالع اللي عامل زي الصباع اللي طالع ده، وخد بالك وهي طالعه يعني دي ده دي الخليه اهي، والسيليا طالعه منها، والسيليا طالعه بتقوم واخده السيل ممبرين معاها. يعني السيليا دي بتبقى متغطيه بمين؟ بتبقى متغطيه بالسيل ممبرين، ولكن هي نون ممبرينس اورجانيل، هي متغطيه بممبرين الخليه، سيل ممبرين بتاع الخليه، تاخد بالك من النقطه دي. طيب لو خدنا فيها سيكشن الشافت هنلاقيها مكونه من 20 مايكروتيوبيول، وال20 مايكروتيوبيول دول متوزعين كام بقى؟ متوزعين 9 9 في 2 زائد 2، 9 في 2 زائد 2 موجودين في النص، جميل. ال9 في 2 دول بنسميهم دبلتس، دول بنسميهم ايه؟ دبلتس. 9 في 2 9 دبلتس، واتنين سنترال موجودين في النص، اتنين سنترال سنجلتس، سنجلتس اللي هما اتنين فرادة موجودين في النص. يبقى 9 في 2 زائد 2 تساوي 20 مايكروتيوبيول. طيب كل مايكروتيوبيول دبلت هنا مكونة من اتنين سبيونت A و B، A و B، A و B، A و B وهكذا. يبقى أنا عندي A سبيونت وعندي B سبيونت، ماشي؟ الA بتبقى كاملة اهو، هتلاقيني راسمها كده، ادي الA وادي الB، والB بتبقى انكمبليت، يبقى الA كاملة كومبليت، اما الB انكمبليت، جميل. والاتنين اللي في النص كومبليت زي ما هم، ماشي. تعالى لي بقى على انواع البروتينات، مهمة قوي. عندي A وجنبها B، ادي الA وادي الB. الA بيطلع منها شوكتين كده او تو ارمز او دراعين اسمهم داينين، والبي مع الاي اللي بعدها بيتصلوا مع بعض بحاجه اسمها نيكسين. يبقى الداينين طالع من الاي، والنيكسين بيوصل الاي مع الاي مع البي. يبقى انا عندي دلوقتي نوعين من انواع البروتين. طب الاثنين ارم دول فايدتهم ايه؟ عندهم اي تي بيز اكتيفيتي، فبيدوني اي تي بي، بيطلعوا لي طاقه، جميل. اما الكونكشن ما بين الاي والبي ده عن طريق النيكسين، جميل. طيب البيزال بادي، البيزال بادي عباره عن سنتريول، مش احنا قلنا السنتريول بيطلع يعمل لي البيزال بادي بتاع السيليا، الشافت بتاع السيليا. فالبيزال بادي عباره عن سنتريول اللي هو 9 في 3 27 مايكروتيوبيول. اما الروتلتس هي الجذور اللي مثبتاها في السيتوبلازم، وبتحتوي على بروتين اسمه روتلتين، اسمه ايه؟ روتلتين، تمام. يبقى انا عندي شافت وعندي بيزال بادي وعندي روتلتس. الفلاجيلا بقى مختلفة عنهم تماما. ليه؟ الفلاجيلا بتبقى واحدة بس، سنجل، موجودة في التيل بتاع الاسبرماتوزوة، مسؤولة عن الحركة، ماشي. تسعة بريفرال دبلت نفس الكلام اهم، تسعة بريفرال دبلت دول تسعة بقى واتنين سنترال سنجل، ولكن البريفرال دبلت دي بيبقى حواليهم لارج اوتر فايبرز، ده الفرق ما بينها وما بين السيليا، بيبقى عليها لارج اوتر فايبرز. الفلاجيلا طبعا اطول 20 مايكرون، تمام، حواليها اهي لارج اوتر فايبر، بتتحرك حركه ويب لايك، ويب لايك يعني عامله زي الكرباج، مش حركه في اتجاه واحد، تمام، وبتبقى عددها واحد بس في الخلايا. وبعد كده عندنا مقارنه مهمه جدا جدا ما بين السيليا والفلاجيلا، هنا عددهم كتير هنا عددهم قليل، وان فلاجيلا هنا بيبقى شورت هنا بتبقى لونج، هنا بتتحرك بحركه ريزميك في نمط ثابت في اتجاه واحد، هنا بتتحرك ويب لايك سويمنج موفمنت، هنا بيزال بادي وشافت وروتلت، هنا نفس الكلام ولكن في لارج اوتر فايبر، هنا موجوده في الريسبيراتوري في الجهاز التنفسي، والفيميل اللي هو فالوبيان تيوب واليوترس، هنا موجود في التيل اوف سبيرم. ما احنا كده خلصنا كل
الاورجانيلز ميتوكوندريا رايبوزومز راف اندوبلازميك ريتيكولوم والسموث اندوبلازميك ريتيكولوم والجولجي اباريتس واللايزوزوم والفيلامنت والمايكروتوبيول والسنتريول والسيليا والفلاجيل. اشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.